كاينه كاريزما كاينه غير الفرق بينه وبين الركراكين والكلاكين هو يخدم الركراكي ولا كوتش ولا شويه ولا ربينا كلنا لا ريحتها لا دينتها لا فعلتها واش داخل ايوا الشرعيه ديال كاس العالم ولكن ما حققناها في كاس العالم راه شي ثاني لم يحقق شيئا في كاس العالم كاس العالم حق الاستاف كله الجميع ولكن بالقياده ديالو هو كمدرب ولكن ما تركبش عليه لا جاب داك الوقت داك الوقت لا واحد القضيه راه استعمرنا راه ممكن ولكن تقدر تجاوبو هو برافو عليه اش سي اسامه حنا راه استعمرنا اسبانيا شحال من قرن استعمرنا البرتغال 400 سنه نص فرنسا واش غادي نقولوا حنا راه غنبقاو نبكيو على الاطلال غنبقاو نبكيو على السياسه عين ممكن وبقات فينا حنا دابا ولينا اضحوكه ما درنا والو في كاس افريقيا ولكن الخير جاي ان شاء الله الخير شوف الكره الخير جاي تسنى 2025 واش غنديروا الا بقينا بهذا العقل الكره العين ممكن بقينا بهذا العقليه ومسجل عليا التاريخ والله بقينا بهذا العقليه اي بلو ميم ستاف ونبغى غير 2025 الا ما نزلناش الارض وتعاملنا مع الكاس الافريقي بالمنطق ديال افريقيا ماشي بالمنطق ديال اوروبي خصك تتعامل بمنطق افريقي ونحيدوا العاطفه لا لا شوف 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 حيدوا العاطفه بغيتي انا نقول لك نعاود نكرر عليك انا عرفتك اش بغيتي ما كاين العاطفه بزاف كاين العاطفه والله ما دار ما كاين العاطفه جميع المدربين الكبار كرويين شكرا لك كاين العاطفه جميع المدربين الكبار بس شوف انا هذه في ولكن نخسروا لا لا حسن اللي كاين كيف ما قال لك بلا عاطفه بيني وبينك دار الخير في مجموعه ديال الناس داهم معاهم كاس افريقيا وما خصهمش يمشيو ما خصهمش يمشيو واحد مضروب ما لعبش ربع شهور وغادي بيه لا ما تديتي بها 40 ساعه ما خصهمش يمشيو احنا خويا فرضوهم علينا عطاو لنا الليستا عطاها لك رشيد الحلو جبدوهم الفن جبدوهم الفن جبدوهم الفن هذه